أحييكم، أنا سهير القيسي، أرحب بكم في حلقة جديدة من سباق البرلمان. بعد سقوط النظام السابق، وجد التطرف والميليشيات موطئ قدم وحاضنة اجتماعية هددت العراق بحروب أهلية كانت ستؤدي إلى التقسيم في أضعف الاحتمالات. أمام هذه المخاطر انتصب مؤتمر الصحوات وواجه الإرهاب معيدا الأمل بالوحدة، ولكن دعاة هذه الوحدة ما لبثوا أن انقسموا على ذاتهم وتفرقوا. معي في هذه الحلقة الشيخ علي الحاتم، رئيس كتلة بيارق العراق المتحالفة مع ائتلاف دولة القانون، وأيضا أرحب بالشيخ عفان السعدون المرشح عن مؤتمر صحوة العراق ضمن ائتلاف وحدة العراق. أرحب بضيفي، وأبدأ بداية مع هذا التقرير لمجد حميد من الأنبار، ثم نعود لنبدأ المناظرة. مع مطلع 2007 وبسبب ما وصف حينها بممارسات عناصر ما يعرف بدولة العراق الإسلامية التي تتزعمها القاعدة ضد العشائر، وقف عدد من رؤساء هذه العشائر بوجه التنظيم وبدأت قتالا ضدها استمر لأشهر. القوات الأمريكية بدأت حينها بمساندة الشيوخ الذين وقفوا ضد القاعدة في تحالف الصحوة التي قادها آنذاك الشيخ عبد الستار أبو ريشة، لكن التحالف العشائري الذي حارب القاعدة تفتت قبل الانتخابات المحلية في السنة الماضية. التفتت سببه خلاف في التوجهات السياسية وتضارب المصالح المالية بحسب البعض، وكذلك الخلاف على الزعامة بين ممثلي الكيانات السياسية المتنافسة في الأنبار. كلهم جاي عام الماضي، لأن شفنا قبلهم انتخبوا، قال لنا نوفر لكم كل شيء ونسوي الأنبار دبي، شو كل شيء ما سوى، بالعكس رجعت لي ورا ما تقدمت. نتائج الانتخابات المحلية الماضية حملت معها نبرة جديدة وخطيرة بعد تهديد مؤتمر الصحوة بحمل السلاح احتجاجا على ما وصفه بعمليات التزوير من قبل الحزب الإسلامي الذي رفض التهم. هذا الوضع الخطير الذي ساد محافظة الأنبار أدى إلى عودة جزئية للظواهر المسلحة، وأخذت الكتل السياسية تجدد قواها المدنية والعسكرية لحسم المعركة الانتخابية، إن لم يكن عن طريق صندوق الاقتراع فليكن عن طريق البندقية. هذه التصريحات كانت للشيخ أحمد أبو ريشة الذي قاد الصحوة بعد مقتل شقيقه الشيخ عبد الستار على يد القاعدة عام 2007. من جانبه هدد حميد دلهاي الزعيم وحدة قوائم العشائر في محافظة الأنبار بحرق شوارع الأنبار إذا ما فاز الحزب الإسلامي في الانتخابات أو الصحوة التي دخل مؤخرا في خلاف معها، وكذلك موقف الشيخ علي الحاتم بأنه سيتصدى لأي محاولة محتملة لزعزعة الاستقرار في الأنبار من جانب بعض العشائر أو الحزب الإسلامي أو الصحوات التي ربحت الجولة بعد التدقيق في نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات. الحقيقة الحكومة الحالية بمحافظة الأنبار هي جاءت نتيجة انتخابات تمت من قبل أعضاء المجلس، حيث مجلس المحافظة المنتخب من قبل أهالي هذه المحافظة الكريمة هم من اختار ممثليهم، وبالتالي العملية أصبحت بشكل مهني تجري بشكل صحيح، أنه أعضاء هذا المجلس تموا اختيار حكومة، وأكيد طبعا هناك الأغلبية في المجلس هي من تحدد وجه أو صورة الحكومة التي تقود هذه المحافظة. وأعتقد أنه هذه العملية هي تتم الآن ليس فقط في محافظة الأنبار وإنما بكل دول العالم التي تجري بها حالة الانتخابات. الخلاف السياسي ظهر بين التحالفات السياسية الجديدة للمحافظة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالشيخ أحمد أبو ريشة في قائمة والشيخ علي الحاتم في قائمة أخرى والشيخ الهايس في قائمة أخرى أيضا، مما زاد من الانقسام العشائري في المحافظة التي تترقب بحذر ما ستؤول إليه الأمور في الانتخابات البرلمانية المرتقبة التي ينتظر أن تعزز دور الصحوات كقوة سياسية ذات ثقل وتأثير. من الأنبار ماجد حميد، العربية. إذن أبدأ معك شيخ علي الحاتم، تابعنا في التقرير كيف توحدت الصحوة ضد القاعدة لكنها انقسمت في الانتخابات بعد ذلك، ما السبب؟ هل هو صراع على الزعامة أم صراع على المال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أختي العزيزة، التقرير بأشياء صحيحة وأشياء ما مو صحيحة. بداية
الصحوات ما يقطف ثمارها شخصية في الأنبار كشيخ عشيرة أو رئيس له. الصحوات في الأنبار أو الانتفاضة ضد تنظيم القاعدة فضلها يعود لله سبحانه وتعالى وكل أهل الأنبار بدون استثناء. عرفتي؟ هذه من الجانب الثاني هو الانقسام السياسي في طبيعتنا في محافظة الأنبار أصبح واضح. ترى قبل ما نبدأ بقضية الانتخابات هناك اختلاف وجهات النظر. أكو ناس تقول أنتوا على مود السلطة والمال. احنا ما جينا ندور سلطة ومال، بلكن احنا انقسمنا بسبب نتيجة التدخل السياسي في العشائر. هذا اللي جاي نحاربه احنا، هذا اللي جاي بصراحة نبتعد عنه، انه ما نريد نسيس القضية العشائرية وقضية الصحوات ان تدخل في مجال السياسة. من كان يريد ان يسيس قضية الصحوات؟ يعني نبديها بداية الامر اللي يطلعون الاخوان بالشاشات التلفزيون يدعون تمثيل اهل السنة. هذه من جانب. الجانب الثاني التدخل الامريكي المباشر بقضية الصحوات، يعني يقول لك لو لا تدخل الامريكان ما كان صحوات. هذا الحكي يعني فيه اغلاط كثيرة. عرفتي؟ الثالثة والمهمة هو الحزب الاسلامي اللي كان هو ند وعدو. بصراحة احنا نعتبره عدو اخطر حتى الاحتلال الامريكي في محافظة الانبار، نهك المحافظة. فلذلك احنا قضية الانقسامات مع من وضد من اصبحت. احنا كزعامات عشائري في الانبار ما ممكن الان ان نعكس ما يجري بيناتنا على الساحه في محافظه الانبار سياسيا، نختلف ولكن تجمعنا القضيه العشائريه قضيه المحافظه، وتجمعنا ايضا القضيه المهمه هي الملف الامني في محافظه الانبار. شيخ عفان، ليش انقسمتوا؟ الم يضعف ذلك الصحوات؟ شو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه ربما يكون الانقسام هو احد يعني او اختلاف وجهات النظر هو احد يعني دعامات الديمقراطيه الحقيقيه. نحن لم ننقسم كاعداء، نحن انقسمنا كتوجهات وانقسمنا كامال لمستقبل العراق. الشيخ علي الحاتم عندما ذهب في قائمه دوله القانون، قائمه دوله القانون قائمه عراقيه وطنيه وشخصياتها نحن نحبهم ونحترمهم، ولكن الديمقراطيه تتطلب ان يذهب يعني هو في اتجاه وانا في اتجاه والشيخ حميد الهايس في اتجاه. بس ما كان هذا الحال عندما كنتم تحاربون القاعده، كنتم بفكر واحد قلب واحد، والنتائج حتى وان كان يشترك بها كل الانباريين بس بالنهايه صار اختلاف بعد ذلك. احنا نريد نعرف السبب. حقيقه نحن كنا يدا واحده وقلبا واحدا، لان كان الهدف الاسمى هو كيف نبقى ونبقي اهلنا احياء ونبقي محافظتنا يعني حيه في ظل التكفير والقتل والتهجير الذي حصل يعني بشكل بشع. كنا يدا واحدة، لم يكن هناك تخطيط، لم نكن نعتقد أننا سنبقى أحياء. هذه بأمانة عندما قاتلنا القاعدة وعندما يعني انتفضنا وأسسنا الصحوة لم نكن نفكر أننا سندخل في حزب سياسي وسندخل في نصبح كيان سياسي أو أننا نطمح أن نكون وزراء أو مسؤولين. نحن أهل سلطة عشائرية، نحن شيوخ ووجهاء ولدينا السلطة والمال، أعطانا الله سبحانه وتعالى أكثر ما نستحق، فلسنا أتينا. بس من كان الحزب الإسلامي مسيطر كان كثير اعتراضات. يعني الحزب الإسلامي على موضوع سيطرتكم على مجالس المحافظة. الحزب الإسلامي أنا أعتقد أن الحزب الإسلامي مع احترامي للشخصيات الحسنة في هذا الحزب وهم قلة، الحزب الإسلامي هو نكسة من انتكاسات الأنبار بل والعراق. الحزب الإسلامي قاد المحافظة في فترة إلى الهلاك. طيب. ودمر المحافظة وأسأل. طيب. الله أن لا يعود حكم الحزب الإسلامي. طيب. شيخ علي، في السابق كنت تنتقد موضوع الدعم الحكومي لمجالس الصحوة ولأبناء الصحوة، ما الذي جعلك الآن تأتلف مع رأس الحكومة؟ والله راح أقول لك فد مسألة مهمة أختي العزيزة. احنا مشكلتنا حتى نبديها باختصار وتوضيح للكل، اختلفنا انه كلها قامت تطرب وتريد الكراسي، يا من يصل على الكرسي. الحكومه في وادي والانبار كانت في وادي. رئيس الوزراء عندما وجه بدعم الصحوات وابناء الصحوات ولملمتهم، شفنا ابواق البرلمان التافهه بدات تتحارب هذا المشروع. اولا لا تخصصوا لهم ميزانيه، ثانيا طلعوا نصهم ازلام نظام سابق، ثالثا يعني حاربونا بحرب قذره وبشعه. اللي خلاني اروح ويا دوله القانون رئيس الوزراء راح اقول لكم بكل وضوح ويعرفون. المالكي وقف ويانا في محلتنا في بدايه الامر عندما انتفضت الانبار، دعمونا بدرجات الوظيفيه اللي باقوها الحزب الاسلامي من عندنا الحمد لله. جيش، الشرطه، قوى الفرق، الرجل غصب عنه. شيخ انت تقول من البدايه، بس تصريحاتك ما كانت من البدايه هكذا، كنت تنتقد الدعم الحكومي، شنو اللي تغير؟ اسمحي، مو في الانبار، انتقدت في جنوب بغداد وفي باقي المناطق اللي هم عشائرنا في خارج محافظه الانبار. يعني راح نعطيك مثل بسيط.